هنا زكريا من لجنة الصحة. اليوم راح نحكي عن الانفجار اللي صار في قرية الحية. تم استقبال المصابين إثر هذا الانفجار في تمام الساعة 11:30 صباحا، حيث بلغ عدد المصابين 32 مصاب. أحد الإصابات تم نقلها إلى مدينة حلب نتيجة الإصابة البالغة في منطقة الوجه العين. أما في إصابتين تم إجراء عمليتين لطفلين، الأول في مشفى الحكمة والثاني في مشفى منبج التخصصي. طبعا الإدارة المدنية في منبج وريفها تبنت جميع التكاليف، تكاليف العلاج بالتنسيق مع لجنة الصحة. تم تخريج ما يقارب 20 مصاب بعد امتثالهم للعلاج، كون إصاباتهم طفيفة. أما باقي العدد كان 12 شخص لا زالوا في المشافي المنتظرون للعلاج.